اشطب الملابس. لا اشطب مش كذا. طبعا لو اللي فينا عطيك بس سهل ليش طبعا. في ذاك الجماعة قاعدين في مصر ما مصر قلنا حلو الخير عاد من الدولة قلنا سامي عاد لك حد دور حد بالك توصل عقيلة صار عاد بحل وردو خلص بالنسبة في البداية نحب نشكر قناة 218 على طرح المواضيع اللي تخص المواطن أو تمس حياته اليومية. من ضمنها موضوع بتاع قصة السيولة هذه، هي نحس أن الدولة بروحها ما تبيش تحط تعطي حل للموضوع هذا. متأكدين أن لو كانت الدولة تبي تساعد المواطن أو أنها تبي تحل المشكلة هذه أكيد حتحلها، يا إما إبداعا أو أي بأي طريقة للدولة يعني تحل المشكلة بروحها يعني. بجميع الأحوال نحذر المواطن لأنه يعتبر يشتري في مرتب أشراء. اليوم ثاني يوم دوام بعد إجازة العيد واصلة النسبة لغاية 12% وفي مكانات أخرى 13%. يعني على 1000 كم ناخذ؟ يعني على 1000 حيخصم عليك 120 دينار يعني. يعني في كلتا الأحوال ضد المواطن. واتمنى أن من الدولة تحط حل للمشكلة هذه للمواطن يعني. طبعا هذا الموضوع نتيجه لعدم توفر السيوله، والسبب عدم توفر السيوله هو اول شيء اللي هو انقسام مصرف ليبيا المركزي ما بين طرابلس والبيضاء، وايضا الشيء الاخر عدم ثقه التجار في المصارف وعدم ايداع الاموال للمصارف، بالتالي ترتب عليه عدم توفر السيوله، وبالتالي يلجا المواطن الى السوق السوداء وخصم القيمه من مرتب من اجل الحصول على مرتبه. لذلك الحل الأول لهذا الموضوع هو توحيد مصرف ليبيا المركزي. الشيء الآخر اللي هو دعم الثقة لدى التجار من أجل إيداع الأموال لدى المصارف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سببها نقص السيولة. كيف تشوف فيها انت المكاتب التحويلات هذه؟ مدار حل المواطن؟ لا مدار حل المواطن، ما زدنا إلا معناه وظلموني، ما دلناش حل. مفروض السيولة تبقى موجودة في المصارف، تبي تسحب مرتبك تسحب تبي، لكن اللي ده حضنا رأي كل غلط وكل سببها للمصرف اللي بالمركز.